وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بكل خير. النهارده حبايبي ان شاء الله بكمل معاكم الجزء الثاني من الفيديو اللي فات اللي صورته معاكم واتكلمنا فيه عن اصابتنا انا واخويا ووالدي رحمه الله عليه بكوفيد 19. النهارده انا بكمل لكم يا حبايبي الفيديو. ان شاء الله هقول لكم طبعا على الحاجات المهمة ان شاء الله الخطوات اللي تتبعوها. انا طبعا في الفيديو اللي فات اتكلمت معاكم عن اصابتنا وازاي حصلت الاصابة وازاي احنا جات لنا الاصابة وكده. النهاردة بقى حبايبي هنقل الكلام عن طريق على لسان الاطقم الطبية الدكاترة. عايزة اقول لكم حبايبي ان الدكاترة بجد يعني قالوا لي طبعا بما ان انا حالة من حالات كوفيد 19 المتعافية او اللي تعافت والوقت تحت الملاحظة وتحت العلاج وتحت الرعاية والمتابعة. الدكاترة قالوا لي وكمان لما عرفوا ان انا يوتيوبر وكده وعندي تشانل وكده قالوا لي انقل للناس التجربة اللي حصلت معانا وكلام عن لسان الأطقم الطبية ان فعلا لازم الناس تخلي بالها والناس تاخد احتياطاتها وتعمل على قد ما تقدر تباعد اجتماعي وتقلل الزيارات وتقلل المناسبات والحضور للمناسبات وكده. واي حد عنده اصابة ولو كانت دور برد عادي لازم يعزل نفسه في البيت في بيته 15 يوم كاملين وما يتعرضش فيها للناس عشان لا قدر الله ما ينقلش الفيروس او ينقل ميكروب الانفلونزا او دور البرد العادي. الفيروس بيتحور يا جماعة وبجد بقى يعني اعراض الموجة التانية رهيبة رهيبة رهيبة. وانا اكتر حد انقل لكم التجربة ديت عشان انا يعني اللي حصل معايا انا واخويا ووالدي رحمة الله عليه وحصل معانا كعيلة فيها رسالة وفيها عظة وعبرة لناس كتير عزة وعبرة للناس عموما يعني. فعشان كده انا بنقل لكم الكلام دوت عن طريق الدكاترة. يا حبايبي خلوا بالكم وخدوا احتياطاتكم. الاعراض بتاعت الكوفيد 19 مش بتتشابه. احنا كنا 3 حالات في البيت والاعراض كانت مختلفة. انا كانت الحرارة عندي 39.5، اخويا كانت 38.5، كان والدي برضو 38.5. الرئة عند والدي اتدمرت في اسبوع. انا الفيروس دخل عندي على الرئة مباشرة. اخويا الفيروس دخل عنده على المعدة وعلى الرئة برضو وعلى البطن وكان عنده اسهال وسخونية رهيبة يعني الحرارة كانت مرتفعة جدا ومغص واسهال شديد جدا وكان يعني الوضع كان صعب جدا جدا. فالاعراض بتختلف في حالات كتير دخل عندها الوقت الموجة التانية دي على طول بتدخل على البطن وعلى الرئة مباشرة. فخلوا بالكم حبايبي على قد ما تقدروا وحافظوا على الاطفال وعلى الناس الكبيرة اللي عايشة في وسطيكم. زي ما قلت لكم الاعراض مش بتتشابه ولكن ده كورونا وده كورونا ولكن الاعراض مختلفة. حاولوا على قد ما تقدروا النظافة الشخصية علموا الولاد وكمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علموا الولاد ان هم ما يتعرضوش لاي حد مصاب ويتعاملوا مع اللي حواليهم ويبعدوا عن اي حد مصاب على قد ما يقدروا. كمان يا حبايبي عايزة اقول لكم اللي حصل معانا دوت فيه رسالة كبيرة جدا جدا. حاولوا حبايبي حافظوا على بعض، ما تزعلوش بعض على قد ما تقدروا، قربوا من بعض يعني قربوا من بعض في وجهات النظر. بلاش تختلفوا مع بعض، بلاش ان انتوا حافظوا على يعني والدكم ووالدتكم على قد ما تقدروا. يعني حتى يعني عايزة اقول لكم اشبعوا من بعض.
اشبعوا من بعض. انا يعني الفتره اللي انا تعبت فيها فتره التعب دي كلها شهر كامل بعدت عن والدي ووالدتي، ما لحقتش اودع والدي اللي انا ولا اخويا. والدي بالرغم من انه كان بيطلع يطمن علينا وكان يعني زعلان وحزين علشاني انا واخويا، طبعا كل الفتره دي فتره الحزن والالم اللي اتألمه علشاني انا واخويا، طبعا قلل من جهاز المناعه عنده. الاكتئاب، يعني عايزه اقول لكم يا جماعه، الاكتئاب والزعل بيضعف من جهاز المناعه وبيقلل من قدره جهاز المناعه ان هو يقوم بالوظائف الطبيعيه بتاعته. فطبعا يا حبايبي ده طبعا بيقلل من قدرة جهاز المناعة ان هو يشتغل ويقاوم اي فيروس ممكن يدخل الجسم. كمان يا حبايبي عايزة اوصيكم بالمشروبات اللي هي اللي بتقوي جهاز المناعة على قد ما تقدروا. اشربوا جنزبيل على الليمون. الناس اللي عندها حساسية في المعدة او المعدة بتاعتها بتتحسس من الحمضيات، يعني اشربوا النعناع وحطوا عليه نقطتين ثلاثة كده ليمون. خدوا فص ثوم كده على الريق الصبح بكوباية مية. حاولوا تشربوا القرنفل دوت، اغلوه في ميه واشربوا الميه بتاعته برضو. ده بيحارب الفيروسات في الجسم وكده، وبيحفز جهاز المناعه ان هو يشتغل كويس جدا. كل حبايبي كمان اتعرضوا للشمس كل يوم الصبح، الشمس بتاعت الصبح بدري دي اقعدوا فيها عشان فيتامين د للعظم طبعا ولجهاز المناعه، بتقوي جهاز المناعه. على قد ما تقدروا يا حبايبي حاولوا ان انتوا تشوفوا النصايح وارشادات الدكاتره اللي الايام دي كل الدكاتره بيطلعوا على الجهاز في التلفزيونات وبيطلعوا على السوشيال ميديا بيتكلموا وبيشرحوا فيها للناس ازاي تحفزي جهاز المناعه بتاعك ان هو يشتغل. اي بلاش الاكل اللي فيه مواد حافظه ومكسبات طعم والوان صناعيه والحاجات دي كلها للاطفال، بتضعف من جهاز المناعه ان هو يشتغل ويقاوم اي فيروس ممكن يدخل الجسم وكده وينتشر. الفيروس الايام دي بيتحور يا جماعه في الجسم بشكل وحش جدا وبيدخل الجسم بيقلل من قدره جهاز المناعه ان هو يشتغل. فحافظوا على نفسكم كويس جدا من زي ما قلت لكم من الاختلاط ومن اي حد مصاب بدور برد عادي اتعامل معاه لانه هو عنده كوفيد 19 وابعد عنه مباشره. وكمان زي ما قلت لكم انا لو حد عندي مصاب في المنزل ما خرجوش من البيت لحد ما يتعافى تماما، وما خلوش يتعرض يتعامل او يتعرض مع حد. او كمان لو الطلبه في الدروس الخصوصيه لو ابني عنده دور برد ما نزلوش حفاظا عليه وعلى المحيطين معاه في الدرس سواء المستر او الطلبه. يعني طبعا كل اسره مسؤوله وكل راعي مسؤول عن رعيته. فطبعا انا هوريكم دلوقتي حبايبي الادويه اللي لازم تخليها عندكم في اول حاجه حبايبي معانا السيريتورد اهو، يا رب تكون الصوره واضحه او الاسم واضح. يعني دي دوت يا حبايبي فيتامين سي، بتاخديه انت واسرتك مره واحده في اليوم بعد الغداء اي وقت، يعني في اليوم بتاخديه مره واحده بس في اليوم. تمام اهو. تاني حاجه الزنك دوت، كبسولات الزنك ديت مهمه جدا برضو، بتاخديها مرتين في اليوم. يعني برضو انت واسرتك كل واحد يبقى عنده علبه وتخلص تجيبوها تاني. الحاجات دي كلها مهمه جدا وده كلام الدكاتره، لازم كل اسره بتبقى عندها الانواع ديت بتبقى عشان الوقايه وبتقوي جهاز المناعه. وهنا يا حبايبي كمان السيجار دوت مهم جدا جدا، ده سيجار ده 500 او يا حبايبي ده بتاخديه مره واحده برضو في اليوم. فيتامين سي برضو، فيتامين سي بيقوي جهاز المناعه وبيقاوم اي فيروس بيدخل الجسم. تمام، يبقى حبايبي الثلاث انواع دول مهمين جدا جدا.
اهم ان شاء الله تجيبوهم ويبقوا موجودين عندكم بصفة مستمرة. يعني برضو بناخد بالاسباب مع الاجراءات الاحترازية، التباعد والاختلاط والكلام ده كله. عندي بقى اللي هو النوفالدول ده، كنت باخده على طول وانا تعبانة، ببدل مع الباراستامول. يعني دوت يا حبايبي كنت باخده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ده 1 جرام اللي هو 1000 جرام يعني. فكنت باخده وقت الحرارة، ما تكون الحرارة مرتفعة، هو كان بصراحة بيهبطني كتير، يعني كان بيعمل لي هبوط ومضاعفات وكده، فالباراستامول اخف منه شوية. ولكن هو كان بصراحة النوفالدول كويس، يعني ألم الحرارة والتكسير في الجسم والكلام ده كان بيخفف الأعراض شوية، وكان يعني بيريح إلى حد ما. بس أنا المشكلة كلها إن أنا حصل عندي مضاعفات مع تجربتي مع فيروس كوفيد 19، عملت لي أنيميا شديدة جدا وما زلت بتعالج منها، وعمل لي هبوط في الضغط رهيب يعني، فكان ضغطي 50/60، فكان على طول يعني كنت ببقى ضايعة خالص. فزي ما قلت لكم حبايبي، احنا بنعمل اعملوا احتياطاتكم وحافظوا على قد ما تقدروا. يعني الايام دي الموضوع بقى منتشر بشكل يعني بشكل مباشر وبشكل رهيب في المستشفيات، وفي حالات كتير. ربنا يعافيكم يا رب، يعافوا حبايبكم جميعا. حالات كتير بتتوفي بالفيروس، بتتوفى بالفيروس. فخلوا بالكم، المستشفيات مليانة بجد، ومفيش أدوية، ومفيش يعني المريض اللي بيتعب بكوفيد 19 بيبقى العلاج مكلف جدا جدا، وبيتعالج على حسابه، وبتبقى التكلفة عالية قوي عليه. فلازم نخلي بالنا ونعمل احتياطاتنا، وربنا يعافيكم يا رب ويعافينا، ويتم شفائي وشفاء اخويا وشفاء كل مرضى كورونا يا رب على خير ان شاء الله. وربنا ما يحرم اي حد من حبايبه ابدا يا رب، وربنا يرفع عننا الابتلاء دوت ويعافينا ويعافي جميع الامه جميعا يا رب ان شاء الله. عايزه اشكر كل حبايبي اللي وقفوا جنبي في ظروفي ديت، وبجد يعني عايزه اذكر موقفين، واشكر اخوات في الله، ربنا يبارك لي فيكم يا رب وما يحرمني منكم ابدا ابدا. وعايزه اقول ان الاخوه في الله والصداقه والحب يعني والترابط بين الاخوات وبعضها، او بيننا يعني بيننا وبين بعضينا، مش بالكلام وبس، بجد يعني انا حصل معايا موقفين في تجربتي دي عرفني فعلا ان الاخوه في الله يعني شيء كبير جدا جدا، مش كلام بيتقال وكلمه بتتقال بس بين الناس وبعضيها، لا خالص. يعني بجد انا في بدايه تعبي معروف للكل، اخواتي في الله، صحباتي وصديقاتي والكلام ده كله، ان انا عندي خلاص كورونا وحاله كورونا متدهوره وتعبانه جدا وكده. فاحدى الاخوات ربنا يبارك لي فيهم، يعني اختي وحبيبتي في الله بجد، يعني ربنا يبارك لي فيك يا ام عبد الرحمن، وما يحرمني منك ابدا يا حبيبه قلبي، ودايما ان شاء الله نكون مع بعض كده في الخير باذن الله، وربنا يجمعني يا رب بيكي انا وانتي ان شاء الله، وكل حبايبنا وكل اخواتنا اخوانا متحابين في الله ان شاء الله على سر متقابلين. فعايزه اقول لك في جنات النعيم يا رب العالمين ان شاء الله. فعايزه اقول لك جزاكم الله عني خيرا، وربنا يبارك لي فيكي يا حبيبتي، وما تحرمش من موقفك. يعني انا على قد ما انا كنت زعلانه وخايفه عليكي قوي قوي لما جيتي وجزفتي بنفسك وبيتك وبولادك، وجيتي لي وانا تعبانه، وسبحان الله يعني انا عايزه يعني اقول لك، انا زوجي وبنتي ما كانوا خايفين عليكي انك انتي جيتي تزوريني، وانا خايفين عليكي يعني لا يتنقل لك العدوى وكده. وبالرغم من كده انت ما فكرتيش في الحاجات دي كلها، وفكرتي بس عندك حاجه واحده بس، انت جايه تشوفي اختك في الله، وجايه تبص عليها، وجايه تطمني عليها، ورميتي كل حاجه ورا ظهرك، وما بصيتيش على اي حاجه خالص، لا على نفسك ولا على ولادك ولا على زوجك، ولا انك هتنقلي العدوى ولا اي حاجه خالص. فربنا يا حبيبتي يحفظك ويبعد عنك كل شر، وربنا يا رب يقدر لك الخير دايما ويعطيكي دايما على قد نيتك الطيبه. دي اختي في الله وحبيبتي، برغم ان هي عارفه ان انا عندي كوفيد 19، بس جيت برضو لقيتها جايه، وجايه جايبه ابنها وجايه تشوفني،
وجاية تطمن عليا وعلى ولادي، وعاملة غدا للولاد وجاية تطمن علينا. وجيت حتى انا زوجي وبنتي خافوا يدخلوها عليا، من يعني خافوا عليها هي مش عليا انا. فهي طبعا انا كنت وقتها في دنيا، يعني كنت يعتبر مش يعني مش مدركة، مش من شدة الاعراض عليا انا ما كنتش واعية للي حواليا. فما كنتش قادرة اصلا اتكلم ولا قادرة، يا دوب انا بس بصيتلها كده وحاسة ان انا بودعها. يعني انا كنت بجد كنت بموت. فبالتالي هي جت شافتني حبيبتي وبصت لي، من وقفت قدام باب اوضتي كده وبصت عليا من بعيد. كان عندها الاستعداد ان هي تخش عليا، بس زوجي وبنتي اللي منعوها عشان هم خافوا عليها. فبجد ده موقف اثر فيا جدا جدا، وبعدها بكيت كتير لما ادركت الموقف وعيت وفقت وشفتها. يعني انا مجرد ما شفتها قدامي صعبت عليا نفسي وصعبت هي عليا وبكيت كتير. يعني الأخوة في الله والمحبة في الله فعلا تمنها غالي جدا جدا، ومش كلمة بتتقال، والإنسان موقف بجد يعني. فجزاكم الله عني خيرا يا حبيبة قلبي، وربنا ما يحرمني منك أبدا، وربنا يا ربي إن شاء الله كده أجيلك دايما وأنتي سعيدة وفرحانة، وربنا يرضى عنك يا حبيبة قلبي. وجزاكم الله عني خيرا، ربنا يسعدك بزوجك وولادك يا رب، وتفرحي دايما يا حبيبة قلبي، ويرزقك السعادة كلها والرضا يا رب. تاني موقف أختي وحبيبتي أم عمار، جزاكم الله عني خيرا يا حبيبة قلبي، وموقفك معايا بجد مش هنساه أبدا أبدا. اليوم اللي جالي خبر فيه، اللي سمعت فيه خبر وفاة والدي، جيت لي أختي وحبيبتي في الله لما أول ما عرفت على طول لا همها ان انا والدي متوفي بكورونا، ولا احنا ان انا مريضة كورونا، ولا البيت عندنا كان في حد عنده كورونا. هي ما بصتش لكل ده، هي بصت على ان هي عايزة تيجي تقف جنبي في الموقف دوت، وتأزرني وتشد من أزري وتاخد بإيدي وتبقى جنبي في موقف زي ده. فبجد حبيبة قلبي ربنا يا رب ما يوريكي اي حاجة وحشة ابدا في اي عزيز عليكي يا حبيبة قلبي، وربنا يحفظك انت وزوجك وولادك وعيلتك كلها، وربنا يا رب يعني يبارك لي فيكي ويسعدك ويشرح صدرك وينولك كل اللي بتتمنيه يا حبيبة قلبي، ويعطيكي خير الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويرزقك السعادة كلها. فضلت جنبي وجيت لي يا حبيبة قلبي، ضمتني قوي قوي، ولما لقيتني منهارة حضنتني وفضلت تقرأ قرآن وحاولت تهديني، وفضلت معايا وجيت معايا الجنازة، فضلت تصبرني وفضلت واقفه في ظهري. بصراحه يعني الموقف ده مش قادره انساهولك ابدا. فضلت معايا يوم كامل، حتى يعني سبحان الله هي جيت معايا الجنازه، هي كانت خايفه عليا ان انا احضر الجنازه عشان انهياري اللي انا كنت فيه. فاتفقت معايا ان انا مش هعمل اي حاجه خالص في الجنازه، وانا طبعا يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يرزقنا الثبات يا رب. انا على قد ما انا كنت منهاره، بس يعني ربنا سبحانه وتعالى كان برضو يعني كنت مدركه لتصرفاتي. هي الحاجه الوحيده اللي انا عايزه اذكرها لكم بجد عشان برضو للعظه وللعبره، وان ربنا سبحانه وتعالى قدم بيدي الابتلاء بيدي فيه كرامات كتيره جدا. يعني ده برضو رساله عايزه اقولها بجد، عايزه اذكر بس الموقف دوت عشان عايزه اقول لكم الحكايه دي. على قد الابتلاء ربنا بيقدر الابتلاء، بس بيدي معاه كرامات وفضل كبير جدا جدا من الله عز وجل للإنسان. يعني وقت ما انا قلت لكم في بداية الفيديو، وقت ما والدي توفاه الله وجالي الخبر وسمعت الخبر عن طريق المساجد وكده، سبحان الله انا قلت لكم ان انا ما شفتش والدي قبلها بشهر وكده. فسبحان الله وقت الجنازة انا نزلت من العربية انا ومعمار صديقتي واختي وحبيبتي في الله، فلقينا لقيت تلقائي كده سبحان الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقني بجد، رزقني الرزق دوت عشان انا كنت فعلا يعني ربنا شايف ان انا استحق ان انا يا ربنا يرزقني الرزق ده. لقيت النعش بتاع والدي قدامي فجأة تلقائي كده، والله والله قسما بالله من غير اي مبالغة في الكلام اللي انا بقوله، تلقائي لقيت نفسي انا اصلا ما كنتش قادره اسلك طولي، ما كنتش قادره اقف. يعني كانت خالتي مسنداني من هنا ومعمار صديقتي مسنداني من الناحيه التانية، وانا اصلا ما كنتش قادره اقف على رجلي. يعني رجلي ما كانتش شايلاني عشان انا اصلا الانيميا عندي كانت قليله جدا، وضغطي وطي، وكمان خبر وفاه والدي ده خلاني يعني كنت. فسبحان الله فجاه لقيت نفسي
اي حاجه كده بتشيلني بجد. واترميت على على جثمان والدي وكده، وخدته في حضني وقعدت ابص فيه وبكيت بكيت كتير. فسبحان الله يعني كان موقف شديد جدا جدا عليا، وحسيت ان ربنا رزقني الرضا دوت عشان ربنا عوضني، ربنا عوضني بجد في اللحظه دي بالذات عن ان هو وهو عايش في الفتره الاخيره دي اتحرمت من حضنه وهو اتحرم مني. ففضل ويعني ورضا كبير جدا جدا من الله عز وجل من عليا بيه. والله يا جماعه اشبعوا من حبايبكم على قد ما تقدروا، وما تختلفوش مع بعض، الدنيا مش مستاهله. لو والدك وجهك لحاجة أو اختلف معاكي على حاجة فده أكيد لمصلحتك، ولو والدتك برضو اختلفت معاكي على حاجة ووجهتك لحاجة فأكيد برضو لمصلحتك. ما تزعلوش من بعض، لا الدنيا مستاهلة ان انتوا تزعلوا من بعض ولا تبعدوا عن بعض. قربوا من بعض على قد ما تقدروا، خلوا بالكم من بعض، احتووا بعض، خافوا على بعض، حافظوا على بعض على قد ما تقدروا. أهم حاجة حبايبي بجد اللي أنا يعني عايزة أوصيكوا بيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بلاش يعني تقفوا لبعض، عدوا لبعض على قد ما تقدروا. اللي عايزه اوصيكم بيه برضو على في موضوع مهم جدا، موضوع الزيارات. انا اتكلمت فيها المره اللي فاتت، حاولوا يا حبايبي قللوا الزيارات، ولو في اضطريتوا ان انتوا تزوروا بعض لازم تحافظوا على ان يبقى في تباعد، مفيش اختلاط بشكل مباشر. حاولوا على قد ما تقدروا حافظوا على بعض من الفيروس على قد ما تقدروا، حتى يعني في مناسبات في غير مناسبات في كده، واللي والده ووالدته موجودين وعايشين حاولوا تخلوا بالكم منهم وترعوهم وتهتموا بهم. صدقوني الدنيا الموت بيفرق الاحباب وبياخد، ما بيديش الفرصة ان هو ما بيستأذنش، يعني بياخد كده الحبايب من بعضهم فجأة. فخلوا بالكم من بعضكم. وفي اخر الفيديو حبايبي، مش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، طبعا الفيديو طول قوي وجزاكم الله عني خيرا. وعايزة اقول لكم حبايبي ما تنسوش اللايك للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله هبتدي بقى بإذن الله أمنتج لكم الفيديوهات اللي موجودة. سامحوني طبعا عشان الفترة دي فترة تعبي، مش هقدر أصور فيديوهات كتير، لكن إن شاء الله في فيديوهات متصورة همنتجها يعني وهرفعها لكم كده. وكمان بعتذر للأخوات المتابعات اللي طالبين مني حاجات عشان أعملها لهم، والله إن شاء الله هعملها لكم حبايبي. أنا أسفة طبعا اتأخرت عليكم كتير جدا، بس هو زي ما انتم شايفين الظروف اللي انا فيها، والبنات اللي هم طلبوا مني حاجات اعملها لهم ان شاء الله هعملها لكم في اقرب وقت ان شاء الله. اول ما الاقي نفسي تعافيت كده بامر الله هصور لكم كل اللي انتم طلبتوه مني هعمله. وشكرا جدا جدا لدعمكم ليا، وما تحرمش منكم يا حبايب قلبي لدعمكم ليا، وان شاء الله يا رب دايما كده تكونوا معايا وفي ظهري وساندني. بحبكم جدا 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 في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.